نبقى بموضوع الإرهاب ونعود للحديث تحديدا عن مصر وما حققه الجيش المصري اليوم ضمن عملية سيناء 2018 الذي أطلقها الجيش المصري في شباط فبراير الماضي. آخر ما حققته هذه العملية قتل عشرات الإرهابيين في الشمال ووسط سيناء وتدمير بؤر إرهابية. دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجماعات الإرهابية معي من القاهرة. دكتور ماهر مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. في ما يجري منذ انطلقت هذه العملية إلى الآن، ماذا تقول بمقابل تقدم القوات المصرية وما نعرفه عن الجيش المصري، ماذا يقول لنا هذا عن قدرات الإرهابيين هناك، وبالتالي كيف ستكون صعوبة المرحلة القادمة من هذه العملية سيناء 2018؟ المعروف أن مصر أطلقت عدة حملات للجيش المصري، نسر واحد ونسر اثنين، ثم أطلقت عملية حق الشهيد واحد وحق الشهيد اثنين، وهذه العملية التي أطلق عليها العملية الشاملة. لماذا أطلق عليها العملية الشاملة؟ لأنها بالفعل شملت جميع الحدود، جميع المناطق في سيناء، ليس شمال سيناء فقط ولكن شمال سيناء ووسطها وجنوبها، كما شملت إغلاق الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان. طالت هذه العملية قيادات كثيرة جدا من التنظيم، حوالي أكثر من 30 قياديا من تنظيم بيت المقدس المبايع لداعش. طالت في آخر واحد من قيادات هذا التنظيم هو أمير القطاع الأوسط للتنظيم ناصر أبو زقول، وهو قيادي من مؤسسي هذا التنظيم، كان محكوما بعشر سنوات في تأسيس تنظيم التوحيد والجهاد في شمال سيناء. لو قمنا بعمل إحصائية ضخمة لهؤلاء القيادات وجدنا أنه منذ محمد منير أبو محارب أحد مؤسسي التنظيم، إلى أبو دعاء الأنصاري، إلى محمد عفيفي بدوي ناصف، إلى محمد بكري هارون، إلى أبو دعاء الأنصاري، إلى جميع، إلى أشرف الغرابلي، حتى ناصر أبو زقول، قيادات مؤثرة كبيرة جدا للتنظيم تم قنصها وتم قتلها وتم القبض عليها. العملية الشاملة للجيش المصري حققت نجاحا منقطع النظير، نظرا لأنها يعني لأول مرة الجيش المصري يملك إحداثيات للأنفاق بجميع الأنفاق، يدخل إلى جميع المناطق في سيناء، ومنها مناطق كان لا تدخلها العمليات الأخرى مثل منطقة الجميعي وقرية السومة والمهدية والأنفاق الموجودة في جبل الحلال. الجيش المصري كانت عملية شاملة بالفعل، استطاع فيها هزيمة هذا التنظيم. يعني بس والدليل على تبقى في هزيمته، تحديات كبيرة بهذا الموضوع، ومعركة سيناء لن تكون بالسهلة مع الإرهابيين. طبعا بلا شك هو طبيعة الجغرافيا، يعني الجغرافيا في سيناء وعرة جدا، هناك حواضن في شمال سيناء منها بعض القبيلة من يحضنون هذا التنظيم، المثلث من بائعي المخدرات وتجار المخدرات مع مهربي الأسلحة يتعاونون مع التنظيم، لكن حدثت اختراق للتنظيم كبيرة جدا، والدليل الوصول إلى هذا الكم الكبير جدا من القيادات. يعني هذا لا يتأتى مطلقا إلا بعملية اختراق، وبالفعل اتحاد قبائل شمال سيناء تعاون مع الجيش المصري وأطلق بيان تحدث فيه عن التعاون مع الجيش المصري، وعلى أن الأهل الآن متعاونين بشكل كبير جدا في شمال سيناء ولا يريدون بقاء لهذا التنظيم مطلقا. يعني هناك انتصارات متوالية، الخط البياني للعمليات في شمال سيناء تراجع. يعني لو قارنا ما بين عام 2015 حدث فيه حوالي أكثر من 400 عملية فقط في شمال سيناء، فهذا عملية إرهابية، فهذا كان صعب جدا على الدولة المصرية. الآن في شمال سيناء لم تحدث هذا العام سوى حوالي 20 عملية، هذا يعطي دليل انهيار للتنظيم، انهيار تام للتنظيم. الحديث أبو حسن المهاجر المتحدث الإعلامي باسم داعش وحديثه عن أفرع التنظيم، هذا دليل فشل، هذا دليل فشل كبير جدا. كنا جميعا نتكلم عن ذلك ونتوقع أنه سيحول عملياته للأفرع، لكن العمليات في مصر فاشلة، والدليل تهديد تنظيم شمال سيناء بالقيام بعمليات في العملية الانتخابية الرئاسية، لكنه فشل في إطلاق أي عملية إرهابية أثناء العملية الانتخابية. أنا أشكرك دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجماعات المتشددة، كنت معي من القاهرة.